النهارده لما نشوف ال 25 يناير وكانوا عايزين يعملوا الخطه الاخوانيه، كانت اللي هي القنابل والتفجيرات، وهم مركزين على ابراج الكهرباء باعتبار ان ده بيعمل تاثير على اكبر عدد من الناس، وباعتبار انه بيخسر الدوله، باعتبار ان احنا دوله كافره والجماعه هي هم الوطنيين وهم المصريين، واحنا كشعب احنا مش هم، عشان تعرفوا ان هم جماعه واحنا شعب، هم شعب واحنا شعب، هم ناس ما بيفكروش لنفسهم. النهارده خط تفجير خط غاز وحرق اتوبيسين، 5 استكشاف كهرباء في العاشر، في كان في قنبله عند في المنطقه بتاعت اللاسلكي في المعادي جنب محطه البنزين اللي هناك، 3 قنابل فكوك مفعوله في المنطقه في محافظه الغربيه، خط غاز وحرق اتوبيسين في الشرقيه، البرلين اللي النهارده في البرلين اللي هو اللي حصل النهارده بتاع كهرباء اسيوط، و النهارده راحوا 2 اللي هم خدوا موتوسيكل وراحوا 2 عشان يفجروا برج اسيوط. بس قبل ما تورينا الصوره، بس الثانيه ده بتاع اسيوط البحيره، اسف ابو المطامير، قبل بس ما نطلع الصوره دي استنوا عليا، انا عايز بس اقول ان هنا لما بنيجي نقول ان اتمسك قنابل طلع ناس برضو بيقول لك ايوه الشرطه هتبتدي تقول لك بيعملوا قنابل وما بيعملوش قنابل، ومكر الله والله خير الماكرين. انتوا بتقولوا ان الشرطه ومفيش قنابل ومفيش حاجه، لما نيجي نقول ده بنسفوا لابراج الكهرباء يقول لك ده الشرطه هي اللي تنسف وبيقولوا علينا كده. طب الشرطه هي اللي لابت الاثنين دولت بالموتوسيكل وراحت بيهم ده برج الضغط العالي روح 66 في قريه اسمها النجيلي للوحده المحليه بتاعت النماريه بمركز، المهم دي تبع المطامير البحيره، راحوا الاثنين عشان هم مجرمين وربنا سبحانه وتعالى يعني اراد ان يفضحهم، فالنهارده القنبله اتفجرت فيهم قبل ما يفجروا البرج. يعني شوف دماغهم مغسوله لغايه فين. الشرطه برضو اللي عملت كده، الشرطه وريني بقى الصوره عشان خاطر الاحسن يقول لك الشرطه، يعني ادي اهوت، ادي واحد دماغه طارت والتاني الاثنين ماتوا والموتوسيكل والاهالي هم شاهدين والكلام ده كله. انا بس ليا هنا الصوره الثانيه بقى الثانيه اللي ده اللي راح يعمل ده، هل ده بيعمل عمل الدين بيقول له عليه؟ ده اللي بقى اشلاء ده خلاص بقى. ادي ده اللي كانوا رايحين يفجروا، خلاص يا بنت شيلوا الصوره. انا بس عايز اقول هنا انتوا بس عشان حضراتكم تعرفوا البلد بيتعمل فيها ايه؟ عشان كده لما بنقول للناس يا جماعه هل النهارده الحكايه مستحمله ان احنا نختلف تاني؟ ما احنا كفايه اللي علينا كفايه دول. النهارده برضو عايز اقول لاهالينا في ابو المطامير، عايز اقول لقريه النجيلي، يعني ما حدش شاف الناس دي وراحها عند البرج، يعني انا عايز اقول مطلوب مننا جهد اكتر، في ناس دلوقتي كتير بتبلغ، بس عايز اقول احنا علينا ان نتصدى لده، ابراج الكهرباء دي مش هنجيب لها حرس منين؟ لازم احنا نحافظ على يعني عايزين نبتدي نبقى احنا ده، لان لو عملنا ده احنا هنقطع دابر كل الحاجات دي كلها. نقطع الدابر هذه المسألة. يعني في الإصابات النهاردة النقيب عاصم أشرف، أنا بتكلم النهاردة ده في كفر الشيخ، النقيب عاصم أشرف محمد، المجندين وائل السعيد كامل، إبراهيم فكري، السيد علاء متولي، السيد أحمد عبد الهادي محمود. الشرطة قدمت النهاردة فرد مجند النهاردة شهيد غير اللي تعوروا النهاردة. في البدرشين النهارده ملازم اول محمود ابو المجد. في المطريه طبعا كانت النهارده المطريه، لان يعني المطريه دي اصيب 2 ضباط وامين شرطه من قوه مباحث انما في الالف مسكن بقى النهارده من الامن المركزي للعمليات الخاصه النهارده النقيب مايكل مجدي. وبدا بقول لحضراتكم ادعوا له ان ربنا لمايكل مجدي والملازم اول عبد العال مجدي، دول عمليات خاصه بتاع الامن المركزي، دعوات حضراتكم ليهم ان ربنا يعني يعفو عنهم ويشفيهم، لان الغدر والخساسه والحقاره وكل حاجه. يعني النهارده مايكل مجدي رجليه يعني ربنا يعفو عنه يا رب، ويطلع يعني يقدر باقل الاضرار من الحادثه اللي حصلت النهارده ديت، لانه حالته خطره جدا. دعوات حضراتكم ليهم دول النهارده، يعني ده اهو ده اللي بيكلموا. عايز اقول اللي بتكره انت بتكره بقى الشرطه، طب لو الشرطه مش موجودين انت هتواجه ده ازاي يا بابا؟ هتواجهه ازاي الحاجات اللي عمالين يخربوا لك هنا ويخرموه هنا؟ ولا دول طب لما تسالهم انت عايزين يقول لك احنا عايزين مرسي. مرسي مين؟ يقول لك مرسي اللي هو كان رئيس. عايزينه ليه؟ يقول لك عايزينه يبقى رئيس تاني بعد ما هو اعترف في المحكمه، قال ان احنا الاخوان المسلمين وحماس ده شرف لينا ان احنا نتخابر مع حماس. دول عايزين لسه مرسي. فده خلاص انت هتقدر بقى انت وهو وهي اللي كارهين الشرطه تحموا الابراج ديت؟ مين اللي هيحملنا؟ مين اللي هيحمي البلد؟ ادي الظابط النهارده مايكل ده ولا عبد العال مجدي ولا اي حد من ظباطنا ولا من ريب ولا من عيد ولا طارق المرجاوي ولا غيره، اللي هم قدموا ارواحهم
واللي هو واللي ضاع واللي هم قدموا اجزاء من اجسادهم عشان يحمونا. النهارده يعني حتى انت لو كاره حد بالمنطق تعالوا نترجم، يقول لك اصل الشرطه بتبلطج. الشرطه لو بتبلطج في بلطجه ما كانش قتلت واحده من 60 ولا 50 ولا 40 اللي كانوا في المظاهره. وحدتنا ليه يعني؟ ما تفكر مع نفسك كده ليه؟ هل هي يعني حاجه علامه فارقه جدا؟ فدي حد يعمل حاجه بتعمل فتنه في البلد وبتعمل خلاف وبتزعل الناس، مجرد انه يروح تقرر ياكل كلنا بنزعل. يعني المساله محتاجه مراجعه دلوقتي، مراجعه يعني حقيقي للنفس. في رساله هقراها لحضراتكم ونطلع بقى عشان نستقبل ضيوفنا. الاستاذ محمد الشيتي بيقول لي نبدا اولا بايه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومن هذا المنطلق انهم مكروا مكرا شديدا يرتب له من عام 73، ده اسد على الغرب بقى، بالتدريج واستمر المكر والضغط على الشعب المصري بالراحه وبسط النقد الدولي والدوله اياها من رفع الدعم دوله اياها لامريكا والانتقال للنظام بواسطه النقد الدولي والدوله اياها لرفع الدعم والانتقال للنظام الرأسمالي، انتقال سريع ومفاجئ، وهم يعلمون جيدا ان الانتقال بطريقتهم هذه تؤدي لثوره حتميه. هؤلاء عبال ما انتقلوا لنظام العولمه بس اخذ منهم وقت 30 سنه، وهذا نظام داخل النظام الرأسمالي من دراسه في الجامعات وانتقال بالتجربه للشركات وتصحيح الاخطاء وتعديلها. المهم ان ننتقل للرأسمالية بجانب خنق الشباب المصري وغلق في وجه السفارات للعمل بالخارج، مع انه لو سافر الشاب الى ليبيا او لبنان سيجد كل السفارات مفتوحه والتاشيره للسفر لا يمكن بسهوله ويسر الا الشباب المصري القاطن بمصر، كل سفره بصعوبه ومشقه، اي ان التخطيط من زمان قوي، لكن فمكر ولكن الله خير الماكرين، تركهم ينفذون لايصالنا لخير مصر الآن، ولنعتمد على انفسنا بحق وحقيقي والله المستعان. ان شاء الله عايز اقول للاخ محمد الشيتي، عايز اقول له ان شاء الله ان شاء الله مصر ما حدش يخاف على مصر، ما حدش يخاف على مصر، بس احنا بقى احنا اللي محتاجين، احنا اللي بقى نخاف على نفسنا ونخاف على بلدنا ونبتدي بنصالح مع نفسنا ونصالح مع بعضنا ونبتدي نشتغل، نبتدي بس نشتغل. النهارده ما شفنا النهارده قوى اللي عايز اللي بيعملوا دول بشويه الانابل دول قدروا يعملوا حاجه ولا هيقدروا يعملوا حاجه؟ لا ما حدش هيقدر يعمل حاجه. يعني هي المساله تبقى واضحه هنا. واحد كاتب لي بيقول انا مصراوي، امه مصراوي، اليوم عن نفسي احتفل بعيد الشرطه فقط واعتذر لكل الرموز وايقين ثوره يناير، فلا استطيع الاحتفال بالثوره اول انجازاتها حرق الاقسام والسجون واطلاق المجرمين في الشوارع لارهابنا، عن نفسي اعتبره اسود يوم مر على مصر ورموز الثوره يعتبرونه اعظم يوم مر على مصر، لا استطيع الاحتفال بالثوره اول انجازاتها العداء لجيشها وابتدعوا لنا كلمة عسكر ويسكت حكم العسكر، وده مصطلح إلى الآن لا أستطيع تخيله أو تحمله. لا أستطيع الاحتفال بثورة من إنجازاتها تطاول أولادنا علينا ووصفنا بالعبيد، لا أستطيع الاحتفال إلى الآن يعتبر رموزها وأيقينها مقاييس نجاحهم وأسقاط الدولة مؤسسة بمؤسساتها، ولذلك نسمع كلمة الثورة مستمرة لأنهم من وجهة نظرهم لم تحقق النجاح الذي حققته في ليبيا أو سوريا أو اليمن. لا أستطيع الاحتفال بثورة جعلت البطارية للمجرمين يتطوروا على الرجال القارون وممكن يقتلوه، ما هي ثوره بقى، لا استطيع الاحتفال بثوره ليست لبست مصر الثواد واحنا كل يوم شاب من زينه شبابنا والان بنودعه، والان كل عام وشرطتنا بخير ومعهم جيشنا وكل يوم بدعي لهم لانهم صانوا الارض وستروا العرض، وانا ام وعارفه يعني ايه ستر العرض، وكلنا شفنا اللي حصل في دول حوالينا، ربنا يفك كربهم يا رب. ده ام مصراوي، يعني واحده ام بتقول انا ما اقدرش احتفل بالثوره، بس عايز اقول لحضرتك عشان خاطر احنا لما حصل 25 يناير ايا كانت الناس اللي سافرت بره والايقونه واللي هم المجموعه اللي كانوا بيحركوا دول موجود، بس الشعب المصري نزل في ثوره يناير عشان بس نبقى الشعب المصري، ولولا الشعب المصري نزل ما كانش فيه لا يناير ولا فبراير، لولا الشعب المصري، لان لما الشعب رجع بعد ما اسقط بعد لما الشعب رجع لبيته وقعد تبقى لنا كم واحد؟ 500 600 اشتراكيين و6 ابريل وهم دول، ودول ما قدروش يعملوا ثوره ولا قدروا يعملوا الملايين ديت ولا قدروا يحشدوا 15. فاحنا بس عايزين نحترم نزول الشعب المصري، ملايين الشعب المصري اللي نزلت في 25 يناير لهم الاحترام ولهم التقدير، لانهم كانوا نازلين بعد ما كانوا بيكحوا تراب زي الرساله اللي فاتت. فده بس عشان نبقى عارفين الكلام ده. انت عايز فاصل؟ يلا فاصل.